السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اللي هو كانفا ده موقع بيخليك تعمل تصميمات بسهولة جدا، تمام؟ وده فعلا أنا بعتمد عليه في الشغل بتاعي، تمام؟ يعني في كذا غلاف لكذا مجلة أو كذا كتاب عملته عليه، في شهادات، في حاجات كتير جدا. الموضوع سهل جدا، بتقول له أنا عايز أختار مثلا حاجة معينة، وليكن مثلا حاجة خاصة بحضانات أو مدارس، فبيبدأ يعمل سيرش ويجيب لك كذا تمبليت موجود، اللي بيعجبك فيه بتروح دايس عليه، تمام؟ في حاجات بفلوس وحاجات ببلاش. اللي بفلوس بيبقى عليه علامة التاج دوت، تمام؟ طيب ممكن مثلا نختار شكل زي دوت، عايز تغير كلمة فبتدوس عليها وتكتب اللي انت عايزه، تمام؟ وتلاقي هنا كمية صور كتير جدا، تقدر ان انت تاخد اي صورة وتسحبها، مثلا عنصر زي ده هتسحبه وتبدأ تحطه، وتقدر تتحكم في الحجم بتاعه زي ما انت عايز. وتقدر تغير التمبليت نفسه بالشكل دوت. في حاجة بتبقى أكتر من صفحة، فتقدر إن أنت تشوفها. وبعد كده بتقول له شير لما خلص التصميم بتاعك، تقدر تعملها داونلود، تمام؟ أغلب الامتدادات بتكون مجانية ما عدا الـ CFG، أو ساعات بتختلف من حاجة لحاجة يعني. فتقدر تحملها كJPG أو PNG أو PDF أو MP4 أو GIF، كل الحاجات دي مجانية زي ما أنت عايز.